قصف متواصل ودمار كبير وتحليق مكثف لطائرات العدو وشهداء هنا وإصابات هناك، هكذا يبدو المشهد الحالي في غزة، كل ذلك بفعل استمرار العدوان الصهيوني عليها وعلى الآمنين فيها، عدوان يهدف العدو من خلاله لتحقيق مكاسب سياسية على حساب أطفال رضع ونساء ورجال عزل. نتنياهو يريد التملص من تفاهمات التهدئة ومن المباحثات، ويريد أن يبقي قطاع غزة أسير لحالة الحصار ويقطر عليه بعض القطرات وفق إرادته، ولكن في ظل استمرار الحصار والذي يشكل عقابا جماعيا، وبالتالي هذا الرد من قبل قوى شعبنا المكافحة والمقاومة تؤكد بأن شعبنا لن يسمح باستمرار حالة الحصار اللا إنساني. القصف الصهيوني المتواصل على قطاع غزة أسفر عن 11 شهيدا وعشرات الإصابات، بالإضافة لإحداث دمار هائل في بيوت ومؤسسات ومواقع تتبع للمقاومة الفلسطينية، وتشريد عشرات الآمنين ممن دمرت مساكنهم. قال لي خلال نص ساعة يخلوا البناية، خبر السكان بإخلاء البناية. خبرنا السكان وجينا هنا، طلعوا وجينا هنا خلال نص ساعة بالضبط، ضربوها 5 صواريخ زنانات، بعدين ضربوها صاروخين F-16. حسبي الله ونعم الوكيل. إيش بدنا نقول؟ عمارة جديدة مكلفانا $1.5 مليون، هذا هي على الأرض ركام سووها. يذكر أن المقاومة الفلسطينية ترد على القصف الصهيوني بإطلاق عشرات الصواريخ على القرى والبلدات الاحتلالية، وهو ما أوقع قتيل صهيوني وعشرات الإصابات وإجبار الآلاف منهم للهروب إلى الملاجئ. محمد سالم لقناة البلاد، غزة، فلسطين المحتلة.